بسم الله الرحمن الرحيم. نضع بين أيديكم معايير جودة إعداد الخطط الاستراتيجية. طبعا معروف هناك العديد من المؤسسات التي تسهر وتدفع الكثير من الأموال من أجل وضع خطة استراتيجية بحيث تكون يعني مكتملة الأركان، وبالنهاية يمكن أن تحقق الهدف من خلالها. كذلك الأشخاص يعني ممكن تعمل تخطيط استراتيجي شخصي، يعني مش بعيد عن الخطط الاستراتيجية للمؤسسات، لأنه الآن كل شخص له خطط استراتيجية وكذلك المؤسسات. فبالتالي احنا من خلال هذا اللقاء نستطيع أن نجمل مجموعة من المعايير التي ممكن تحقق جودة إعداد الخطط الاستراتيجية. أول شيء يعني لازم تعمل على تشكيل فريق التخطيط بتخصصات مختلفة. يعني صحيح بدي اشكل فريق تخطيط، لكن اهم شيء يكون بتخصصات مختلفه. ليش؟ لانه لما نيجي نحكي عن اللي هو تحليل البيئه الداخليه وتحليل البيئه الخارجيه، يعني عندي كثير من انواع البيئات. عندي البيئه السياسيه والاقتصاديه والتكنولوجيه والثقافيه والقانونيه، هناك الكثير من انواع البيئات. فبالتالي الان كل متخصص في هذا الجانب يستطيع ان يرى بالزاويه التي هو متخصص فيها. فالآن عندما تتكاثف كل تلك التخصصات وكل متخصص أو مستشار يضع من الزاوية التي يرى بها، فبالتالي الخطة يعني فعلا تخرج مكتملة الأركان، ويستطيع أن يعني ونستطيع أن نعمل من خلالها، أو تستطيع الخطة أن توصلنا إلى الهدف المنشود. كذلك الأمر بدنا نشوف منهجية إعداد الخطة الاستراتيجية، يعني المنهجية يعني من A to Z، بمعنى ما هي الخطوات التي سنقوم باتباعها من أجل إعداد الخطة الاستراتيجية. طبعا بعد ما نشكل الفريق الآن بنعد الخطة أو منهجية إعداد الخطة الاستراتيجية، لأنه الفريق الموجود يعني من خلال خبرته في اللي هو إعداد الخطط والتخصصات المختلفة بيعدوا منهجية لإعداد الخطة الاستراتيجية زي ما بقولها من A to Z، بحيث أن تكون فعلا واضحة للجميع، خطوات مدروسة، خطوات محددة يمكن الاستناد على جميع مراحلها. شغلة ثانية الآن، بعد طبعا ما نحدد الفريق وبعد ما نحط المنهجية، الآن بيبدأ الآن دراسة وتحليل البيئة الداخلية وتحليل البيئة الخارجية. طبعا من خلال تحليل البيئة الداخلية حينتج عندي نقاط قوة ونقاط ضعف. طبعا نقاط القوة ونقاط الضعف من داخل اللي هو البيئة الداخلية للمؤسسة، يعني بمعنى إذا كان عندك تكنولوجيا فهي نقطة قوة، لكن إذا كان عندك تكنولوجيا ضعيفة اسمها ضعف أو غير موجودة، فبالتالي نقطة ضعف. إذا الموارد البشرية عندك داخل المؤسسة ذات مهارة عالية فهي نقطة قوة، لكن إذا كانت ذات مهارة منخفضة إذا هذه نقطة ضعف. هيكل تنظيمي، إذا كان عندك هيكل تنظيمي واضح المعالم مرن يمكن البناء عليه او التطوير المؤسسه من خلاله هذه نقطه قوه، لكن اذا كان الهيكل التنظيمي غير واضح وهناك صراعات داخل المؤسسه، او الموارد الماليه مثلا اذا كانت ضعيفه او الموارد الماديه ضعيفه. فبالتالي كل هاي الامور لازم ندرسها بكل تفاصيلها، يعني نعمل قائمه بنقاط القوه داخل المؤسسه 1 2 3 4 كلها. ايش نعمل؟ عمليه اللي هو جرد لكل صغيره وكبيره داخل المؤسسه من نقاط قوه. على الجانب الاخر نقاط الضعف لازم نسردها، اهم شيء الواقعيه والموضوعيه في هذا الجانب. يعني بمعنى على سبيل المثال مش تقول والله انا مؤسسه ناشئه وتقول عندي تكنولوجيا عاليه وعندي موارد مالية، تقعد تضخم في شيء هو مش موجود. لا بالعكس، هيك بصير عمليه ضرر للمؤسسه. لا لازم يكون تواضع. ليش؟ لانه من خلال تحليل نقاط القوه والضعف، وكذلك الان زي ما بنحكي الان موضوع الفرص اللي هي كل شيء انا ممكن اقتنصه من 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 البيئه الخارجيه، يعني نقاط القوه والضعف من داخل المؤسسه، الفرص والتهديدات من خارج المؤسسه. اي فرصه ممكن انا استفيد منها من الخارج وممكن تكون اللي الان معززه للعمل بدي انا اخذها واحطها ضمن النقاط، واشوف ايش نقاط الفرص الموجوده عندي زي ما عملت نقاط القوه والضعف بقائمه، اشوف ايش فرص من برا ممكن انا استفيد منها 1 2 3 4 وهكذا، وايش التهديدات اللي ممكن تواجهني؟ بدي احط 1 2 3 4 كل هذه انواع التهديدات. الان بصير عندي انا اربع قوائم، قائمه لنقاط القوه، وقائمه لنقاط الضعف، وقائمه للفرص، وقائمه للتهديدات. طيب الان بعد ما فصلت في هاي الامور واتمعنت فيها
وكل التخصصات المختلفة اللي احنا قلنا لازم يكون الفريق من تخصصات مختلفة. ليش؟ لازم حكينا كل واحد حينظر من الزاوية ايش اللي هو متخصص فيهم. فبالتالي الآن كل واحد الآن بده ينظر من زاويته. فبالتالي الآن كل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات بعد ما تكتمل ونشوف الأمور الآن وصلت لمرحلة إنه ما فيش عندي نقاط تايهة مش عارفينها وين راحت أو كذا، لا كله الآن على الطاولة موجود، سواء نقاط ضعف ولا قوة ولا فرص وتهديدات. طب إيش المرحلة الثانية بعد ما نسوي هذه بقوائم؟ أهم شيء تكون عندي بقوائم محددة بحيث إنه تسهل علي عملية اللي هو الجرد لتلك النقاط. الآن بيجي عندي اللي هو صياغة البدائل. الآن موضوع صياغة البدائل هينتج عندي أنا 4 استراتيجيات رئيسية، يعني بمعنى الآن نقاط القوة مع الفرص هذا أعطاني اللي هو استراتيجية هجومية، يعني بمعنى الآن موجود أنا عندي فرص وعندي تهديد، إذا أنا قوي لازم أنمو لازم أتقدم، استراتيجية إيش هجومية لازم إيش تهجم، يعني بمعنى السوق مفتوح إليك، كل نقاط القوة من الداخل ومن الخارج عندك فرص، معنات الكلام أنت إيه بمعنى تستطيع أن توسع في اللي هو الإنتاج تبعك، توسع أن تاخذ تستطيع أن توسع من الحصة السوقية تبعتك وهكذا. لكن أحيانا إذا كان عندي نقاط ضعف مع فرص، نقاط ضعف مع فرص، أنا بدي أعمل عملية تطوير لنقاط الضعف الموجودة عندي. لأن الآن على سبيل المثال فرضا أنا عندي ضعف في التكنولوجيا من داخل المؤسسة، ولكن في نفس الوقت أنا عندي فرصة ممكن أنا أستورد التكنولوجيا، ممكن أجيبها التكنولوجيا من برا. فالآن ممكن أن أطور نقاط الضعف الموجودة عندي بحيث أني أنا أقلل من نقاط الضعف من خلال هو عملية تحسين وتطوير لها. فبالتالي الآن بكون أنا استراتيجية تطويرية في هذا الجانب. الآن لو صار عندي نقاط قوة مع تهديد، أنا قوي صحيح لكن في تهديدات بتجيني من برا، أنا هانش بدي يكون عندي، بدي يكون استراتيجية دفاعية، لأنه أنا في عندي صحيح قوة مرتكز على اللي هو النقاط القوة اللي احنا سردناها من البداية حطيناها في قائمة، لكن في نفس الوقت ايش بقول لك عندي، دير بالك في عندك تجيك الآن تهديدات من برا، في منافسين، هذا ايش معناته الكلام، بقول لك حط هنا استراتيجية. طيب هذه بدأ استراتيجية واضحة تكون في هذا الجانب، استراتيجية دفاعية بدك تدافع عن نفسك. طيب الآن لو اتلاقت اللي هو نقاط اللي هو الضعف مع التهديد، هذه يعني اكثر نقطه يعني ممكن تواجه المؤسسه، ان انا عندي نقاط ضعف وفي نفس الوقت عندي تهديدات، فممكن هذا الامر يعني نستخدم سياسه اللي هو او استراتيجيه انكماشيه، بصير عندك الان تراجع، انت مش قادر، عندك ضعف وفي تهديد بيجيك من برا، يا اما بتنسحب من السوق يا اما بتصفي يا اما ممكن توقف احد الانشطه. هذا طبعا حسب اللي هو الان متخذي القرارات الاستراتيجيه، هم بيصيروا يدرسوا من خلال خبرتهم، احنا صحيح عندنا ضعف وعين تهديد، ممكن يقول لك لا انا دير بالك كمان عندي فرص وعندي نقاط قوه، يعني نقاط القوه والفرص الموجوده عندي لا بتخلينيش اخرج من السوق، انا ممكن انا اتراجع او اقلل من الاسعار او اغلق مثلا احد الانشطه او اقلل من الحصه السوقيه او اقلل من التوسع، يعني في بدائل حسب اللي هو اللي ما يتوفر من نقاط قوة من وضعف وفرص وتهديدات. وبالتالي موضوع صياغة البدائل الاستراتيجية هذه مهمة جدا، تنتج نتيجة اللي هو التحليل الاستراتيجي اللي تم البناء عليه، اللي هو نقاط القوة نقاط الضعف اللي يعتبر بيئة داخلية، أو الفرص والتهديدات اللي هم إيش البيئة الخارجية. طبعا موضوع اللي هو صياغة البدائل مهم جدا، يعني موضوع صياغة البدائل طالما بنحكي خبراء بتمجون بالموضوع ومتخصصين في هذا الجانب، ممكن يصير انا عندي اكثر من بديل، يمكن اصل له 100 بديل 50 بديل وهكذا. لكن الان الشطاره كيف الان تقليل تلك البدائل او اعاده صياغه تلك البدائل بحيث ان ايش نحاول نقلل منها، ويكون البديل الواحد ممكن يحتوي على العديد من اللي هو البدائل الاستراتيجيه، بحيث انه لكن ما نهملش اي بديل استراتيجي. لكن الان بصير انا صحيح انا بكون عندي اولويات في هذا الجانب، لكن انا لا اهمل اي بديل استراتيجي، لانه الان البدائل الاستراتيجيه هذه بمعنى فيما بعد حتصير عندي اللي هو اهداف استراتيجيه يتم البناء عليها.
بعد الآن ما حطيت اللي هو البداية الاستراتيجية، يجب تضع هنا رؤية ورسالة المؤسسة وتحديد قيم المؤسسة. الآن نجي نشوف الحلم والرؤية والرسالة. طبعا هناك بخصوص هذا الجانب، في بعض المؤسسات بتكون حاطة رؤيتها ورسالتها من البداية وقيمها، إذا كانت مؤسسة قائمة من زمان وعندها رؤيتها وعندها رسالتها، لكن بدها تحاول تعمل برضه بدائل استراتيجية جديدة، بتعمل تحليل بيئي جديد، ما فيش مشكلة، ممكن ما تتغيرش رؤيتها ولا تتغير رسالتها ولا قيمها، ده لازم هي. ولكن احنا بنحكي الآن لمؤسسة يعني جديدة بدنا نقيمها، بدها تضع رؤية، والرؤية هي عبارة عن حلم. وزي ما أخذنا طبعا في اللي هو خصائص الرؤية، هي عبارة عن حلم، شيء يعني غير ملموس، يعني بمعنى طموح كبير. بدنا نحط هذه الرؤية ولازم نتفق عليها، احنا لوين بدنا نروح بمؤسستنا. طيب نيجي الآن رسالة المؤسسة. رسالة المؤسسة وهي الغرض الرئيسي لوجود المؤسسة، يعني لازم توضع الرسالة وفق اللي هو معايير واضحة. مين أنت؟ بمعنى من ستخدم؟ وإن أنت وين، أنت وين موجود؟ وما الذي يميزك عن الآخرين؟ هذه شغلة يعني هذه أمور يعني مهمة جدا، لازم يعني تكون في الرسالة. يعني حوالي 5 أركان رئيسية اللي بتحدد مين أنت وأين تقع وماذا ستقدم للجمهور، ومن هو الجمهور المستهدف اللي عندك، وما الذي يميزك عن الآخرين. هاي شغلات تقريبا 5 أركان رئيسية بتكون في الرسالة، لازم توضع في أي رسالة احنا بدنا اللي هو نعمل على صياغتها. طبعا الرؤية والرسالة يعني ممكن خلال كل فترة أو مثلا كل 2 3 عملية تطوير، أو ممكن يصير عملية تطوير إذا تطلب الأمر ذلك، أي تغيير في البيئة الداخلية أو البيئة الخارجية ممكن يصير عملية تطوير للرؤية والرسالة. ولكن بالعادة يعني معظم الرؤى والرسائل للمؤسسات يعني بتضل تقريبا ثابتة، لأن هي الغرض من وجود المؤسسة اللي هي الرسالة، والحلم اللي احنا بنحلم فيه هذا موجود ما بتغيرش. ولكن إذا صار أي تغيير في البيئة الداخلية أو البيئة الخارجية، هذا ممكن يؤثر على رؤية ورسالة المؤسسة، لكن بالعادة يعني الرؤية والرسالة يعني تبقى ثابتة إلى حد ما. كذلك الأمر من نحدد قيم المؤسسة، يعني بعض القيم لازم تكون هذه ثابتة أو برضه ممكن تتغير، لكن أول ما تحط المؤسسة قيمها، يحط القيم على سبيل المثال الشفافية والنزاهة والمساءلة والعدل، قيم هذه احنا، والإخلاص والاحترام، هذه قيم. المؤسسة بتحدد ايش القيم اللي بدها تمشي عليها، فبالتالي لما تحدد الآن الرؤية والرسالة والقيم، الآن بتكون هي عارفة وايش المؤسسة وين رايحة، فبالتالي مهم جدا انه المؤسسة تضع تلك الرؤى والرسائل والقيم بشكل واضح. والأهم قلت هنشوف لازم الكل طبعا يشارك في وضع هذه الرؤية والرسالة والقيم، يعني بمعنى مش شخص لوحده بيضع هذه الرسالة أو القيم أو رؤية المؤسسة. تحديد الغايات الاستراتيجية. الآن بعد ما نصيغ رسالة المؤسسة وتكون طبعا واضحة الأركان والمكونات، بنبدأ نحدد الغايات الاستراتيجية. يعني ممكن يطلع عندنا 3 غايات استراتيجية حسب المؤسسة إيش الغرض من وجودها. أنا ممكن أطلع 3 غايات استراتيجية وابدا اشتغل عليهم واعملهم صياغه بشكل كويس، يعني الغرض مش اني ازيد عدد الغايات، لا، اهم شيء اني كل مكونات الرساله الان نحاول من خلالها اني انا اصيغ غايات استراتيجيه تشمل كل اللي هو مكونات رساله المؤسسه. طيب نيجي الان تحديد الاهداف الاستراتيجيه. اهداف استراتيجيه بعيده المدى. طيب ايش الفرق بين الاهداف الاستراتيجيه والغايات الاستراتيجيه؟ الفرق الوحيد بينهم انه الغايات الاستراتيجيه بتكون غير محدده بزمن، لكن الاهداف الاستراتيجيه بتكون محدده بزمن. لانه زي ما حكينا الغايات الاستراتيجيه هي عباره عن مكونات المؤسسه، رساله المؤسسه، لكن الاهداف الاستراتيجيه الان ممكن تكون الغايه الواحده تحتوي على اكثر من هدف استراتيجي. يعني لان التشكيله تبعتهم عندي انا غايه استراتيجيه، ممكن يكون عندي هدفين ثلاثه، 3 اهداف استراتيجيه هي تحت الغايه الواحد. نفس الكلام، الغاية رقم 1 عندها أهداف استراتيجية، غاية رقم 2 عندها أهداف الاستراتيجية، وهكذا. فبالتالي هو الفارق ما بينهم إنه الغايات الاستراتيجية غير محددة بالزمن،
لكن الأهداف الاستراتيجية تكون محددة بزمن. نيجي الأهداف الاستراتيجية، لازم أنا أحدد البعد الزمني للخطة الاستراتيجية، هذا مهم. ليش؟ لأنه إذا حددت هذا حينعكس على وين؟ على الأهداف الاستراتيجية. إذا كانت على سبيل المثال أنا خطة خماسية، خطة استراتيجية خماسية بمعنى لخمس سنوات، يعني معنى الكلام أنا بدي يكون عندي الأهداف الاستراتيجية مقسمة إلى خمس سنوات. هاي بدنا إيش؟ نشتغل عليها بشكل واضح. لأنه ما بزبط أنا أحط أهداف استراتيجية بدون بعد زمني، ما بزبط أنا الخطة الاستراتيجية تكون بدون بعد زمني، لا، لأنه لازم أوضح سواء خمس سنوات، سبع سنوات، 10 سنوات، 15، 20 سنة، وهكذا. لازم يكون أنا البعد الزمني واضح، لأنه الآن كل ما دخلنا بالتفصيل أكثر من الكلام، أنا لازم هذا ينعكس البعد الزمني على كل هدف فرعي أو نشاط أو إجراء فرعي. نيجي الآن بعد ما حددنا الأهداف الاستراتيجية وحددنا الأزمنة تبعتها، الآن نيجي الآن موضوع اللي هو تحديد الأنشطة والبرامج لكل هدف استراتيجي. الآن كل هدف استراتيجي ممكن أحط كمان أهداف فرعية كمان، يعني ممكن عندك هدف استراتيجي أعمل كمان أهداف فرعية وأطلع من الأهداف الفرعية أنشطة وبرامج، أو ممكن مباشرة أنا بشوف الهدف الاستراتيجي وبطلع منه إيش؟ أنشطة وبرامج. فبالتالي ليش؟ لانه الانشطه والبرامج هذه من خلالها انا قاعد بحقق الهدف الاستراتيجي. يعني اذا حققت الهدف الاستراتيجي انا بحقق الغايات، اذا حققت الغايات انا اذا انا حققت رساله المؤسسه، اذا انا حققت رساله المؤسسه اذا انا حققت الحلم تبعي اللي هو رؤيه المؤسسه. فبالتالي كله ايش ماله؟ متراكب على بعضه. اذا انا بعد ما احدد انشطه وبرامج كل هدف استراتيجي بدي احدد المسؤول عن التنفيذ، ولا انا ما بزبط اني انا اضع نشاط او برنامج بدون ما احدد له الشخص اللي بده يقوم بتنفيذه، ولا بصير الامر عبثي، ولا مين بده ينفذ هذا النشاط؟ ليش؟ لانه فيما بعد لما انا احدد المسؤول، لاحظوا هنا هو حدد الاحتياجات اللازمه لكل نشاط، سواء كانت موارد بشريه او ماديه او تكنولوجيه او ماليه او الى اخره، كل هاي الاحتياجات اللازمه لتنفيذ هذا النشاط والبرنامج. ليش؟ لانه الان هذا بده يصير، بمعنى بده يصير عمليه تشكيل للموازنه، لانه الان هذا حينعكس. ممكن تقول والله انا بدي على سبيل المثال 10 موظفين، تقول لي بدي امور ماديه 10 مكاتب، 20 مكتب، بدي اجهزه كمبيوتر وهكذا، بدي شبكات، بدي تكنولوجيا معينه، بدي موازنه معينه، كل هذا ايش ماله؟ بده ينعكس في ما يسمى بالموازنه. والان الموازنه حتعرض فيما بعد على الاداره العليا، حيشوفوا هل فعلا هنا تتوفر الموازنه لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي ولا لا. هذا اللي بنحكي عنه تحديد موازنه كل هدف استراتيجي. الان بعد ما حددنا الهدف الاستراتيجي وحددنا الانشطه تبعته وحددنا الموارد اللازمه لتحقيق او لتنفيذ هذا النشاط، كل الان بده يترجم لموازنه، لارقام ماليه، لانه الان كل هدف استراتيجي بالنهايه بده يكون له رقم مالي. تقول لي على سبيل المثال الهدف الاستراتيجي بجميع انشطته بده مثلا 10,000 دولار لتنفيذه، هذا هدف استراتيجي رقم واحد. الهدف الاستراتيجي رقم اثنين بده 12,000 دولار. الهدف الاستراتيجي الثالث بده مثلا 20,000 دولار. الهدف الرابع بده مثلا 100,000 دولار. الان بصير عمليه ترجمه لكل الاهداف الاستراتيجيه، لانه احنا بدنا نشوف هل احنا نستطيع تحقيق هذه الاهداف ولا لا. الان بصير عمليه اللي هو غربه للاهداف الاستراتيجيه. الهدف الاستراتيجي بدي اشوف انا اعطيه وزن نسبي واشوف هل هو ذو اولويه ولا لا، هل يمكن تاخيره؟ لانه على سبيل المثال لما اقول لك والله الهدف الاستراتيجي هذا بده 100,000 دولار لتنفيذ هذا الهدف الاستراتيجي، هل احنا باستطاعتنا امام هذا المبلغ المالي ان نحقق هذا الهدف الاستراتيجي ولا لا؟ احنا الان بدنا زي ما بقولها قبل ما تغيص قيس. فبالتالي مهم جدا انا بدي اشوف انا قبل ما انفذ هذا الهدف الاستراتيجي اشوف انا هل الموازنه موجوده له؟ هل يمكن تنفيذه ولا لا؟ بصير عمليه اللي هو اولويات للاهداف، بشوف من ناحيه الاهميه والوزن النسبي للهدف الاستراتيجي، وابدا اقارن ما بين الاهداف الاستراتيجيه، مين الهدف الاستراتيجي اللي انا ممكن اعتمده او ممكن ااجله او ممكن ابدا له اولويه في عمليه التنفيذ. نيجي الى اعداد الخطه التشغيليه. بعد ما احنا
ما خلصنا من إعداد الأهداف الاستراتيجية ووضعنا الموازنة لكل هدف استراتيجي، تيجي الآن الخطة التشغيلية. الخطة التشغيلية توضع لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية. الآن بيجي عندك الأهداف الاستراتيجية، باجي الآن كل هدف استراتيجي الآن بدي أقسمه لسنوات. فرضا أنا عندي الهدف الاستراتيجي هذا لازم يحقق خلال 5 سنوات، الآن بدي خطة تشغيلية سنوية، بدي الآن أشوف في السنة الأولى بدي أحقق جزء من الهدف الاستراتيجي. علشان هيك بقول لك يفضل تفويض الإدارة المتوسطة والدنيا على إعدادها في ضوء الأهداف الاستراتيجية، بمعنى أنا بدي أعطي الأهداف الاستراتيجية للإدارة المتوسطة والدنيا، أقول لهم إحنا هاي الخطة الاستراتيجية، والصح إنه يعني يكونوا أيضا مشاركين الإدارة المتوسطة والدنيا في إعداد الخطة الاستراتيجية، لازم يشاركوا في هذا الجانب. ليش؟ لأنه الآن لما توضع الأهداف الاستراتيجية هم بده يعملوا على وضع الخطة التشغيلية أو على تنفيذ الخطة التشغيلية، فبالتالي مهم جدا إنه يكونوا عارفين من الأساس يعني اللي الأهداف الاستراتيجية كيف إحنا وصلنا لها وكيف حطينا الموازنة تبعتها. ليش؟ حتى ما يصيرش هناك إيش مقاومة واعتراض على تنفيذ تلك الأهداف الاستراتيجية. إذا فبالتالي مهم جدا إنه نشاركهم بكل صغيرة وكبيرة حتى يساعدونا في وضع اللي هو الخطة التشغيلية والعمل على تنفيذها بكل سلاسة في هذا الجانب. إذن مهم جدا وضع الخطة التشغيلية. طيب الآن الخطة التشغيلية عشان يعني نكونوا واضحين، الخطة التشغيلية بتشتمل الآن عندي الآن الهدف وعندي الأنشطة وعندي طبعا الاحتياجات اللازمة، وأبدأ أن أنفذ في هذا الجانب وأحط طبعا مؤشر النجاح. هذا فيما يتعلق اللي هو موضوع اللي هو الخطة الاستراتيجية، كيف تقسيمة هذه الخطة الاستراتيجية. طبعا البعد الزمني مهم جدا في اللي هو الخطة التشغيلية. بعد ما عرض الخطة الاستراتيجية على كافة الوحدات في المؤسسة واستنباط آرائهم، هذه يعني شغلة مهمة جدا. يعني لما نيجي احنا حكينا في الأول بدي أعد خطة تشغيلية في ضوء الأهداف الاستراتيجية، علشان هيك لازم نعرض الخطة الاستراتيجية على كافة الوحدات في المؤسسات في المؤسسة واستنباط آرائهم. يعني بمعنى صحيح إنه مجموعة الخبراء وضعوا خطة استراتيجية، أوكي، كل واحد شاف من زاويته، كل واحد شاف من تخصص ممتاز، لكن هذا لا يعني إنه الآن الإدارة العليا والإدارة الدنيا والمتوسطة لازم يشوفوا الخطة الاستراتيجية، لازم يشوف آرائهم في هذا الموضوع، لأنه أحيانا اللي في الميدان وهم بمعنى الأقل الوظائف ممكن يكون عندهم آراء، لأن هم اللي بيشتغلوا عارفين اللي هو المشاكل والصعوبات اللي بتواجههم، فبالتالي الآراء تبعتهم ممكن يعني تؤخذ ويبنى عليها في عملية تطوير الخطة الاستراتيجية. فبالتالي انه احنا ما بزبط زي ما حكينا نحط خطه استراتيجيه ونقول خذوا طبقوها هو الاخر، لا، يمكن يكون لك الاداره الدنيا عندها اراء معينه تعمل على تجويد اللي هو الخطه الاستراتيجيه، ممكن الاراء تبعته ممكن تنسف اهداف استراتيجيه كامله او تعمل على اعاده صياغتها. فبالتالي مهم جدا انه نعمل على اعاده صياغه اللي هو الخطه الاستراتيجيه وفق الاراء، يعني اللي طبعا الاراء اللي بتكون راجحه وفعلا اراء سديده يمكن ان تطور تلك الخطه الاستراتيجيه. نيجي الان لمحتويات الخطه التشغيليه، طبعا هذه يعني مهمه جدا لازم نكون مطلعين عليها، بحيث انه لما نيجي نعمل عمليه الجدوله اي شيء بدك انت اللي تنسقه ويكون سهل لعملية التطوير وعملية التنفيذ اعمل له جدول. يعني اللي لو اجينا موضوع الآن محتويات الخطة التشغيلية بتكون عندنا الأنشطة والبرامج، يعني بمعنى في البداية عندي هدف، طبعا الأنشطة والبرامج لمين؟ لهدف بده يكون، انا عندي الهدف وبعدين كل هدف بحط له أنشطة وبرامج لتحقيق هذا الهدف، لأنه ما بزبط انا احط أنشطة وبرامج بمعزل عن الأهداف، يعني اشتغل بشكل ليكد عشوائي، لا ما بزبط. انا مهم جدا ان اكون انا واضع الانشطه والبرامج التي تحقق هدف معين. على سبيل المثال عندي هدف رقم واحد، ايش الانشطه اللازمه له؟ انت نشاط واحد اثنين ثلاثه، برامج واحد اثنين ثلاثه، وهكذا. بدي انا احدد المسؤول عن التنفيذ، يعني على سبيل المثال انا بدي اعمل على سبيل المثال بناء نظام معين، هذا النشاط مين المسؤول عنه؟
سين من الناس او مسؤول. البعد الزمني تقول لي خلال سنه انا او خلال 6 شهور 7 شهور بدي انا اطور هذا النظام. مؤشر النجاح بدك تحدد لي المؤشر، ما نتكلم هل انجز ولا ما انجز. يعني تقول لي مثلا مؤشر نجاح انه انشأني نظام معين، اللي هو ممكن تقول لي انا اعتماد النظام والعمل من خلاله، خلاص اشتغلنا عند النظام هذا، النشاط خلصناه او البرنامج خلصناه وانتهى الموضوع. طيب نيجي الان للنشاط الثاني، قول والله بدي اعمل على سبيل المثال عمل مؤتمر. المؤتمر هذا انا بدي، طيب مين هو المسؤول عن التنفيذ؟ ايش البعد الزمني؟ تقول والله مثلا خلال شهر مثلا 3 انا بدي، او 2 او 4 وهكذا، انا بدي انفذ مؤتمر. ايش مؤشر المؤتمر؟ بتقول مثلا تنفيذ مؤتمر، خلاص بعرف انه مؤشر النجاح انه تنفذ المؤتمر وخلصنا منه. هذا ايش؟ مؤشر نجاحي، بمعنى ما الذي او ما هو الدليل بيوضح لي انه انا خلصت ولا لا؟ بدي انا مؤشر. ممكن تقول انا اعداد تقرير عن التنفيذ اللي هو المؤتمر، خلصنا. المهم انا بدي مؤشر، سواء مؤشر وثائقي وثيقة أو بخلص مؤشر إنجاز في هذا الجانب. هاي طبعا كل محتويات الخطة الاستراتيجية اللي لازم احنا يعني نكون مجدولينها بشكل واضح بشكل سلس، حتى يعني تسهل علينا الأمور بشكل جيد. شغلة أخرى، موضوع إخراج الخطة الاستراتيجية بشكل لائق وتوزيعها على المعنيين في المؤسسة، يعني مهم جدا. أنا بعد ما وضعت خطة استراتيجية وتعبت عليها وأجوا مختصين واشتغلوها وعرضتها على الإدارة المتوسطة وعلى الإدارة الدنيا، يعني لازم تخرج بشكل لائق. يعني ما بزبط والله أنا أعمل خطة استراتيجية وتطلع عندي غير متناسقة، غير مدققة إملائيا أو مطبعيا مش جاهزة، لا ما بزبط، لازم أطلعها أنا، لأنه هذه بتكون وثيقة. يعني دائما الخطط الاستراتيجية هذا بده يضل عندك زي ما حكينا 5 سنوات، ممكن 10 سنوات، ممكن 7 سنوات وهكذا. عشان كده لازم تخرج بشكل لائق، ولأنه ممكن أي مؤسسة بدها تعطيك دعم ممكن تقول لك وين الخطة الاستراتيجية بتبعتها. علشان هيك ممكن كمان الخطة الاستراتيجية ممكن يعني تترجم من لغة عربية إلى لغة إنجليزية أو لغات أخرى حسب ما يطلبه الممولون. بالتالي مهم جدا دائما تخرج الخطة الاستراتيجية بشكل لائق، حتى لما توضع للمكتب فعلا تكون بشكل لائق، لما نرجع لها تكون بشكل لائق، لما نعرضها على الممولين على أصحاب الاختصاص بشكل لائق. يعني أحيانا بتلاقي بعض المؤسسات بيعملوا، وخاصة في مجال التعليم، أحيانا بيسووا خطط استراتيجية بوزعوها طبعا على المؤسسات حتى يوضحوا للمؤسسات إيش خطتهم الاستراتيجية. هذا طبعا من باب الشفافية ومن باب الوضوح ومن باب الرؤى الاستراتيجية، إنه بقول لك الله أنا رؤية الاستراتيجية أنا بدي أعمل 1 2 3 4. بالتالي مهم جدا إنه أنا أطلع كل المعنيين إنه أطلع منه أنا هذه رؤية الاستراتيجية، فيعني إذا بتساعدونا أو إلى آخره. وطبعا احيانا بتلاقي الممولين لو تروح على بنك معين بدي مولك لمشروع، بقول لك اعطيني خطه استراتيجيه، اعطيني كل ما يتعلق بهذا المشروع بكل تفاصيله. فانت ما بدك تودي لهم خطه استراتيجيه كل متطلبات المشروع ومحتوياته من A to Z، بحيث يقول لك تقنعهم بانه هذا المبلغ اللي انا طالبه للاقتراض هو يعني نتيجه تحليل عميق للمشروع ومتطلبات موضوعية لهذا المشروع. كذلك الأمر لازم أوزعها على المعنيين في المؤسسة. يعني ما بزبط إن أنا أعمل خطة استراتيجية وتكون كويسة ولائقة وتمام وتكون يعني المعنيين في المؤسسة ما يعرفوها. وش استفدنا إحنا كل هالتعب اللي سويناه، وجيبوا مختصين وجيبوا خبراء ويعرضها على الإدارة العليا وإدارة الدنيا، يعني بالنهاية بعد ما طلعناها بشكل لائق ما أوزعهاش؟ لا، مهم جدا اني اوزعها على كل المعنيين في المؤسسه. لانه ليش؟ لانه بدي اعمله من خلالها. بالنهايه انا بدي يصير عندي، انا بدي يصير عندنا متابعه للخطه الاستراتيجيه. فبعد ما لما اكون عندي متابعه للخطه الاستراتيجيه بدي اشوف، انا اكون مطلع على ادق التفاصيل في هذا الجانب. فبالتالي كل مكونات الخطه الاستراتيجيه لازم يكونوا الان مطلعين عليها المعنيين الان، زي ما حكينا من باب الشفافية، من باب الوضوح، من باب المساءلة فيما بعد. يعني لازم يكون الكل على علم وكل في مجاله، لأنه أحيانا بتلاقي المعنيين هذول بدهم ينفذوا جزء من الخطة. كل واحد، كل دائرة، كل شخص، كل قسم
عنده جزئيه معينه في الخطه، بده يعني يعرف المواعيد، بده يعرف ايش المتطلبات لتنفيذ الخطه، بده يعرف البعد الزمني تبعه، فبالتالي مهم جدا لازم يكون مطلع على كل صغيره وكبيره في هذا الجانب. يعني بالختام انا اشكر لكم حسن اصغائكم. طبعا هذه طبعا بعض المعايير اللي ممكن يعني من خلالها يتم العمل على تطوير أي خطة استراتيجية. أشكر لكم حسن إصغائكم وبارك الله فيكم.